هي تخاف خاطر يطلقها ولا يتزوجها ليها. انتي شو كنت تقولي الراجل والو بدا غير قرعه تاع ريحه المرتاح. اولاد الحلال مسلسل من 25 حلقه، تصور اكثر من 90% منه في وهران. مش قد دخل روحك وانت كي خرج خويا من الحرش تفاهم معاك. اني خايف اني نرتعد بالخوف. احنا ما نخلوش مسكين ما نجريسوش نسا وما نخدموش في لادروك. القصه والسيناريو تكتب معناتها الاحداث في مدينه وهران. جاو عندنا هنايا بروحهم ما خلعوا حكي لنا الاسرار تاعنا هما حكاو لنا وفوتنا الفيلم في حي دربي شعبي. يعني صرنا عائله واحده تقنيين وممثلين ومتساكني حي الدرب او اهالي وهران. خليهم يهضروا يحكوا هذو يفهموا فيلم مع كيف فهموا. خاص ناقصين شويه ثقافه ناقصين شويه تربيه. هذا الوقت اللي حقنا فيه المراه تبيع والراجل اللي يبيع شي حاجه تاع حرام. سال البراد يا الزينه ريدي بالواد ريدي للواد وجيبي معنا حشدين.